السلام عليكم خوتي، كديرين؟ هاني مطلوب عليا هديتك ديال الله عليك الغايب. يلا سمعتو دابا ونديرو لك خويا باسكو ما كنتش عارفو. شكرا، انت وليتينا وحنا غنوريكو غادي. مي سمعتو خويا بالي في العزب. تكون مقامات ملي كتعرف تسمع الحاجه في الملعوبه دونك كتعرف راك تولي مزيانه. المهم هو خويا راه في العذاب، الا ما بغاش يخرج لك راه داكشي علاش. لاحظ معايا، شوف الفرق اللي ما بين الشبع شتيا، هاد هو ما بلاش قايل لتحت باش كيخرج لينا العذاب. لان الفوق ما ديرش الا درتي مي بيمول غتولي في حكاش. الغيب شو فيها؟ لاحظ معايا سهل اخويا باليا، ان فوا سمعتو باليا ما صعيبش. تاني مساوية اخويا، راح قبيله قاعد يتصوب لي ما حكيتو شويه من هنا. عندي في لاباري مي كنضل ناري شوري شور. Thank you.
لاحظوا معايا. تكون اخويا بالسواق كنت بغيت نقاد الخلاس اللي غادي تجي بدا صباع صغير تحتاني ديال ستاتي غادي تجي واحد اخر ولا غنمشي لا انا في الطلوال ديال بغي يكون خلاص رد بغيت داك الفاف وخفيف طيب شوية